السؤال الثاني عند السفر وحلت صلاة العشاء أو أذن العشاء وأنا مسافر، هل يجوز إني أصلي داخل المدينة ولا أنتظر أطلع برا البنيان عشان أجمع المغرب والعشاء وأذن وأنا داخل المدينة؟ يقول إذا كنت في حان السفر ودخل وقت صلاة العشاء هل أصليها أم أصليها في البلد الذي أصل إليه وبركعتين؟ إذا أذن المؤذن وأنت في البلد ما بعد سافرت أو في بيتك فإنك تصلي الصلاة الحاضرة في وقتها ومع الجماعة ثم تسافر لأنك ما زلت مقيما، ولا تؤخر الصلاة حتى تخرج من البلد وتقصرها، هذا لا يجوز لأنها وجبت عليك تامة في البلد، حتى لو صليتها خارج البلد يجب عليك إتمامها. نعم.